المهم هذا السؤال مزيان اللي ذكرتيه. انا في الرساله ديالي كنت واضحه، هي كانت في صراحه كانت لحظه غضب ولحظه ضروري اي واحد في اي مسار ماشي غير في الفن كيدخل واحد لحظه ديال الشك تيقول انا اش كندير. فانا قلت غنسحب، ما قلتش غنعتزل، وكنت وضحتها قلت انا الاعتزال لا يليق بفنانه يلا بدات. انا قلت الاعتزال يليق بفنان اللي دار واحد المسيره ديال 30 40 سنه، وانا من ديك الناس اللي كيطمحوا انهم يديروا لا كارير ديالهم من بعد 30 40 سنه. انا كنت واضحه والناس خداو الامور بواحد الطريقه اللي يمكن كان سوء فهم. انا قلت غادي نسحب، وكان كان كان لوبجيكتيف ديالي الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي، لانني ما كانش يمكن ليا بالتربيه ديالي انني نجاوب على شي الاشياء اللي كانت شويه مخله، كانوا ردود افعال شويه سلبيه، ولكن فاتت الحدود ديالها. يعني كنعتبر راسي غير درت واحد الحق مشروع انني شاركت كفنانه مغربيه شابه اللي 10 سنين راه هي والو في المجال الفني في المغرب. راه كتعرف بان 10 سنين غدا البطء ديال لا كارير، 10 سنين راه والو، بحال قلت يلاه عام في شي بلد اللي فيه صناعه ديال الفن. وانا كنقول راسي انا باقا كنتعلم وباقا باغا نعطي وباقا باغا نزيد ان شاء الله. والجديد ديالي ان شاء الله فكنوجد اون شونسون اللي كنت ديجا كنشتغل عليها قبل ما نشارك اصلا في برنامج دو فويس. دابا كنفكر في الطريقه اللي احسن طريقه باش نخرجها، سافا ايتغ اون روبريز، وبيان سور الرجوع غيكون 100% طرابي، غنرجع للطراب وغنرجع للكلاسيك، باسكو في الصراحه قالك شاس لو ناتوريل ايل غوفيان او غالو، انا معروفه بالطراب وبديت بالطراب وغنرجع ليه.